السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في كل مكان. معكم دكتور عبد القادر عاشور، أستاذ الفارماكولوجي علم الأدوية في كلية الطب بالجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مجموعة من الأدوية، هي من أكثر أنواع الأدوية اللي مستخدمة على مستوى العالم كله. هنتكلم على رقم واحد الميكانيزم اوف اكشن، طريقه عملها. رقم اتنين الفارماكولوجيكال اكشنز، اللي هي تاثيراتها على الجسم ومن خلالها استخداماتها، ومن خلالها بعدين في المحاضره القادمه ان شاء الله هيكون اثارها الجانبيه وموانع الاستعمال وكيفيه التعامل مع الاثار الجانبيه وكيفيه اتقائها في المستقبل. خلال الفيديو ان شاء الله اوعدكم انكم هتشوفوا حاجات وتعرفوا ان في عندكم معجزات ما كانتش تخطر على بالكم لغاية اخر لحظة في الفيديو، لغاية لما تعرف ان عندك كمان حاجة عمرك ما كنت تتوقع انها تكون موجودة فيك، ان شاء الله هتلاقيها موجودة وعد، وهتستغرب وهتقول الحمد لله رب العالمين. وكل المعجزات دي تحت قول ربنا سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يلا نبدأ. خلونا نبدأ بالميكانيزم of action، أو اللي هو طريقة التأثير. لازم نبدأ من البداية من السيل ميمبرين، من غشاء الخلية. غشاء الخلية في حاجة اسمها فوسفوليبيدز، اللي هي عبارة عن دهون فيها مجموعة فوسفات بيسموها فوسفوليبيدز. في وجود محفزات للالتهاب، الانزيم ده بينشط، اللي هو انزيم اسمه فوسفوليبيز A2. سهله، انزيم فوسفوليبيز مش عارف، فوسفوليبيد اسم قريب لبعضه، وايز معناها انزيم او انزيم. يشتغل فوسفوليبيز على الفوسفوليبيدز ويطلع منها انساتوريتد فاتي اسيد، حمض دهني غير مشبع اسمه اراكيدونيك اسيد. اراكيدونيك اسيد، اوكي. انا اسمي برضو عبد القادر عاشور، فاي اي، ولكن يبدو ان في تشابه في الاسماء فقط، يعني فما انا مش الراجل ده. طيب، الاراكيدونيك اسيد ده ممكن يشتغل عليه انزيم من اثنين: سايكل اوكسجينيز او لايب اوكسجينيز. سايكل اوكسجينيز يشتغل على الاراكيدونيك اسيد يطلع بروستاجلاندينز، بروستاسايكلينز، وثرومبوكسين. اوكي، اولا البروستاجلاندين هي بيقول عليها انفلاماتوري ميدييتور، وسيط للالتهاب، هي اساس موضوعنا النهارده، وتكملتنا في الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون برضو متعلق بالبروستاجلاندينز. اوكي، فهي فيما يخص المشاكل هي بتكون وسيط للالتهاب ووسيط للالم ووسيط لحدوث ارتفاع درجه الحراره. اوكي، للبروستاجلاندين. خلاص، ازاي هنشوف في السلايد اللي جاي. الاثنين التانيين الاخوين رحباني التانيين دول خاصين بمنع بتجلط الدم او تنظيم تجلط الدم بالظبط. يعني الثرومبوكسين بحب ابدا بيها، ثرومبو هي جايه من ثرومبوسايت اللي هي نفسها بليتليت، اللي هي بالعربي الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه زي ما درسنا زمان دي بتساعد على تجلط الدم، لو يكون في نزيف او كده بتوقف النزيف. تمام، عكسها بالظبط البروستاسايكل، خلاص بروستاسايكلين بتمنع تجلط الدم داخل الاوعيه الدمويه. فالاثنين دول بينظموا عمليه تجلط سبحان الله بشكل اعجازي جميل بدون اي مشاكل. طيب، اللي بعد كده الليبوكسجينيز انزيم. الليبوكسجينيز انزيم هيشتغل على الاراكيدونيك اسيد وهيطلع لي منه مجموعه من الحاجات اهمها الليوكوترينز. الليوكوترين مجموعه كبيره ما نقدرش نتكلم عليها في محاضره واحده او يعني في الوقت الضئيل ده، ولكن نقدر نقول انها لها تاثيرات كثيره، منها انها بتساعد على تجمع كرات الدم البيضاء وتقويه جهاز المناعه، ولكن فيما يخص المشاكل لها تاثير سيفير برونكو كونستريكتور افكت، يعني تاثير قابض للشعب الى وهي بشكل قوي، وتاثير بيزود الميوكس سكريشن في البرونكاي فبيزود المخاط، يبقى التاثير القابض للشعب الهوائيه زائد زياده المخاط، ده بيخلي المريض لو هي زادت في اللي هو عنده برونكيال ازمه او اللي هو الربو، المريض ده يكون فيه مشكله كبيره. خلاص كده خدنا الفسيولوجي او البايوكيمستري في الموضوع، كده دلوقتي نتكلم بقى عن الفارماكولوجي. صح، نبدا فارماكولوجي طالما عرفنا الباك جراوند دي، الخلفيه دي عرفناها، نتكلم على
علم الادويه بقى. اول حاجه اول محطه عندنا الانزيم الاولاني اللي هو فوسفولايبيز اي 2 اللي كان بيطلع اراكيدونيك اسيد. مين اللي يمنعه؟ الكورتيزونات، كورتيكوستيرويدز او جلوكوكورتيكويدز. كورتيزونات زي الهيدروكورتيزون، الفلوتيكازون، ديكساميثازون، بريدنيزولون، بيكلوميثازون اند ميني اذر. مجموعه كبيره جدا. يبقى ده ما شاء الله الميكانيزم ده، القصه دي بتلخصنا ما شاء الله مجموعه كبيره من الادويه دي، مش دي بس، لسه جايه حاجات ثانيه. ودي الكورتيزونات قويه جدا جدا، هتمنع الاراكيدوناس ان يخرج، وبالتالي تمنع تكوين كل الانفلاماتوري ميديتور، كل وسائط الالتهابات دي نفسها انها تكون. خلاص قويه جدا، هي مضادات التهاب وفيها ستيرويد. طيب المحطه الثانيه بعد اذنك، المحطه الثانيه نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين والايبوبروفين والديكلوفيناك والبولترين والكيتوبروفين زي الكيتوفان والبايروكسيكام زي الفيلدين والنابروكسين كتير، او الفلوربروفين فلوربروفين، مجموعه كبيره جدا. اولا تسميتها ليه يسموها نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز؟ احنا عندنا مجموعتين، دي انتي انفلاماتوري ودي انتي انفلاماتوري، دي مضاده التهاب ودي مضاده التهاب، بس دي فيها ستيرويد، دي ما فيش فيها ستيرويد، يبقى اسمها نون ستيرويد. ايزي صح؟ ما تبتسم كده واحمد ربنا الحمد لله. طيب فهمتها؟ نقطه جميله. طيب خير الحمد لله. طيب دي تعمل انهبيشن او تثبيط لانزيم سايكل اوكسجينيز، انزيم اللي هو اختصارا اسمه كوكس. وبالتالي لما تعمل انهبيشن لهذا الانزيم هتعمل انهبيشن او تثبيط لتكوين البروستاجلاندينز اللي هي الانفلاماتوري ميديتور او وسيله الالتهاب، وبالتالي تفيدني في تخفيض الالتهاب ومنع الالم وخفض ارتفاع درجه الحراره. يبقى ده الميكانيزم واضح اهو، سهل صح؟ وهنتكلم عنه بالتفصيل في التاثيرات ان شاء الله. طيب دي المحطه الثانيه. طب المحطه الثالثه هي الحاجات اللي تعمل انهبيشن للوكس، لوكس انهبيتورز. زي انا مش هتكلم طبعا دي مجموعه كبيره، ولكن اتكلم فقط من اثنين من الادويه اللي موجودين في المجموعه دي اللي هم الكيتوبروفين والديكلوفيناك. الاثنين دول بيشتغلوا برضو هنا ولكن بشكل ضعيف، بيعملوا انهبيشن للوكس، تثبيط للوكس، وبالتالي تثبيط تكوين الليوكوترين، فيكونوا نسبيا قد يكونوا اخف شويه على مريض اللي عنده برونكيال ازمة. وهنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله فيما بعد. تمام كده؟ كده احنا خلصنا ثلاثه كلاسز من دراج. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بيجمعوا لنا مئات ومئات الادويه اللي موجوده على مستوى العالم. فهمنا الميكانيزم اوف اكشن. طيب ايه هو الاكشنز اوف ذيس دراجز؟ ما هي تاثيرات هذه الادويه؟ يلا نشوف كده دلوقتي. من خلال الاليه اللي شفناها دلوقتي حالا، اتضح لنا ان هذه الادويه اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الادويه اللي هي مضادات الالتهابات، الادويه دي ليها ثلاثه اكشنز، ثلاث تاثيرات: مضاد التهاب، مسكن، خافض لدرجه الحراره المرتفعه. خلاص يبقى دلوقتي نبدا باول حاجه، التاثير المضاد للالتهاب. اوكي، هما برضو للمره المليون كل ده ناتج عن الميكانيزم اللي شفناه في السلايد اللي قبل كده، الاليه اللي شفناها قبل كده اللي هي منع تكوين البروستاجلاندكس. اوكي، هي دي بتاعت المشاكل اللي هيمنع تكوينها. تمام، فبالتالي لما امنع تكوينها، طب هي بتعمل ايه؟ يعني هي بتعمل ايه اصلا عشان لما امنع تكوينها الحاجه اللي هي بتعملها دي تتمنع؟ صح كده؟ بسيطه صح؟ مش كده؟ طيب يبقى اللي بتعمله هي نفسها بتعمل ايه؟ البروستاجلاندينز العيله دي من البروستاجلاندينز دي بتعمل فازو دايليتيشن، يعني بتوسع الاوعيه الدمويه، بتعمل اديما يعني ارتشاح، وبتعمل بين يعني الم. دي من الثلاث حاجات الاساسيه في بيسموها الكاردينال ساينز اوف انفلاميشن، العلامات الاساسيه للالتهاب، اللي هي اولا فازو دايليتيشن يعمل لي هوتنس وريدنس، تمام، يعني ارتفاع درجه الحراره او سخونه في المكان اللي فيه التهاب، وريدنس احمرار، تمام، بتعمل الم زي ما احنا شايفين تحت، والاديمه اللي هي ارتشاح تعمل سويلنج اللي هو انتفاخ، حاجه تكبر مش كده. وبعد كده الحاجه الخامسه اللي هي لوس اوف فانكشن للعضو نفسه اللي فيه التهاب كامل، ممكن يعني الواحد ما مش قادر يستخدمه، وبالتالي لوس اوف فانكشن، وبالتالي البروستاجلاند داخله كل القصص دي كلها، وبالتالي لو منعتها يبقى منع كل القصه دي. طب الايديما بتحصل ازاي؟ برضه دايليتيشن، هي نفسها فازو دايليتور بتوسع الاوعيه الدمويه،
ومن خلال التوسعه الاوعيه الدمويه بتسهل عمل الهيستامين مثلا اللي بيزود البيرميابيليتي بتاعه البوست كابيلاري فينيولز، بمعنى مصح بيزود او بيزود النفاذيه بتاعه الشعيرات الدمويه، وبالتالي يظهر الارتشاع. الارتشاع حاجه وحشه، بوزو ده الارتشاع حاجه وحشه. الكلام ده كله يا جماعه ترتيب من رب العالمين سبحانه وتعالى، لازم نفهم الحكمه منه ونقول سبحانك يا رب، سبحانك يا ربي ما اعظمك. الكلام ده كله وانت بدون ما تعمل اي حاجه، ربنا جعل الانفلاميشن ده لخدمتك اساسا، اوكي اساسا، الا لو اتغاب عليك اساسا. ان هو ايه؟ ان هو بيجمع لك الميون سيلز، الخلايا المناعيه، في دلوقتي ميكروب دخل، بكتيريا، فيروس او كلام من ده دخل جسمك، فبالتالي بيجمع له الحاجات اللي بتهاجمه، وعلى راسها الخلايا المناعيه اللي هي الليوكوسايتس، الخلايا الدم، الكرات الدم البيضاء، منها بقى الليوكوسايتس اللي اسف الليمفوسايتس اللي هي الخلايا الليمفاويه، وانواع كتير عشان ما نخش في التفاصيل. وبالتالي كل ده بيساعد على منع هذه العدوى او قتل هذه الميكروبات والكائنات الغريبه. تمام. طب البين، البين بيعمل ايه؟ بينبهك عشان تنتبه، تعرف ان في مشكله هنا وتتعامل معاها، ولا تسيب البكتيريا او الخراج او كلام ده لغايه لما يقضي لك على رجلك او على ايدك او كلام من ده وتفقد ايدك او دراعك. اوكي، لا، من البدايه سبحان الله كل شيء، ان كل شيء خلقناه بقدر، كلام رب العالمين. البين بتعمل، البين ازاي؟ هي بتزود تاثير ماده ثانيه اسمها البراديكاينين، هي نفسها بتزود، بتسبب الالم وبتسبب برضو الالتهابات. تمام كده، يبقى كده احنا فهمنا. يبقى دلوقتي الانتي تاني، الانتي انفلاماتوري افكت عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيثبط تكوين البروستاجلاندين اللي كانت ممكن تعمل المشاكل دي كلها، وبالتالي لما اثبط تاثيرها بالاسبرين، بالايبوبروفين، بالديكلوفيناك، الفولتارين، الكاتافلام، الكيتوفان، الحاجات دي كلها، يبقى ايه؟ بمنع الحاجات دي كلها، بمنع الالم، بمنع الارتشاء، بمنع ارتفاع الارتخاء الاوعيه الدمويه والاحمرار والارتشاء والانتفاخ اللي موجود في الحاجه، كل ده مظاهر الالتهاب يقضى عليها. شوف التاثير الثاني، صاحبنا ده يطلع من نافوخه، يعني خلاص الصداع طالع من نافوخه بكل النواحي. اوكي، الحمد لله انا طالع في الجناب مش طالع ناحيتنا احنا، فالحمد لله احنا في امان، ما تقلقش. طيب الانالجيزيك افكتس اللي هو التاثير الثاني، التاثيرات المسكنه للالام، خلاص قلنا. تمام، قلنا البروستاجلاندينز بتعمل الم، يبقى اللي هيمنعها بيمنع الالم، صح؟ ايزي، سهله، صح؟ هما بيستخدموا يعني طبعا في الحالات الالم اللي هي البسيطه للمتوسطه، زي مثلا التهاب المفاصل، زي الصداع، زي الارترايتس، زي التهاب المفاصل، زي الام الاسنان، زي عسر الطمث عند النساء ما قبل الدوره واثناء الدوره، الحاجات دي كلها، اي الام بصفه عامه، ولكن ليست الام الشديده جدا، يبقى ليها حاجات ثانيه نتكلم عليها بعدين. طيب ازاي؟ اوكي، تاني رقم واحد برضه هي انهبيشن اوف بروستاجلاندين، تثبيط تكوين بروستاجلاندين. تمام، طيب ازاي هو بيمنع تكوين بروستاجلاندين في الجهاز العصبي، اوكي، وفي الانسجه الطرفيه بصفه عامه. اوكي، ف الانسجه الطرفيه بيمنع تكوين البروستاجلاندين اللي هي بتزود حساسيه النوس سيبتورز اللي هي مستقبلات الالم اللي موجوده، سبحان الله في عندك مستقبلات الم خاصه بالالم. اوكي، الالم اللي هو الوجع، مش الالم اللي في جيبي ده. اوكي، لا، ده حاجه تانية، مش هنمنعه ده ولا نعمل فيه حاجه ولا نزوده ولا نقلله. اوكي، هو لو الحبر فيه في ده خلاص هتشتري واحد جديد. اوكي، كده بقينا نشتغل في مكتبه دلوقتي، نرجع فارماكولوجي، يلا. اوكي، فبالتالي بتحفز او بتزود تاثير البراديكاينين، تمام، بانها بتزود حساسيه الريسبتورز المستقبلات الالم، تمام، لهذه اللي هي البروستاجلاندين، بتزود حساسيه هذه المستقبلات للبراديكاينين، وبالتالي بتزود الانفلاميشن، التهاب، وبتزود الالم. خلاص كده، سنترالي فوق. اوكي، عشان صاحبنا ده متضايق وانا متضايق انا بصراحه يعني، فالمهم ربنا يهدي الاحوال ما بيننا وبين بعض وما نتخانقش مع بعض. اوكي، اشتغل سنترالي ازاي؟ برضه بتمنع تكوين البروستاجلاندين فوق بقى. اوكي، ازاي بتمنع ان الامبلس، النبضه العصبيه اللي جايه وراحه ماشيه، راحه افترض مثلا الم في كتف هنا وطلع هنا فوق، اوكي، تلاقيها ها طلعها فين؟ ستوب، ما تعرفوش اي حاجه، في مشاكل تحت خليه نايم. اوكي، يبقى اتعاملت مع المشاكل من تحت بره، سواء هنا او في الرجل او في اي مكان. اوكي، وكمان في مرحله وصول الالم الى المخ، وان الواحد يستوعب ان في الم،
كمان اثرت عليها، وبالتالي بقت سنترالي وبقت بريفرالي الاكشن بتاعها. التاثير الثالث، التاثير الثالث اللي هو الانتي بايريتيك افكتس، اللي هو التاثير الخافض لدرجه الحراره المرتفعه. تمام، زي صاحبنا ده اللي نايم ده وعمال يعني شكله هيغلي قريب يعني، فنخلص السلايد بسرعه لان السلايد دي هتاخد معانا شويه. اوكي، قبل ما اخونا ده يغلي، المهم في حاجه بتغلي هنا تقريبا. anyway دول بيقللوا درجه الادويه دي، الاسبرين وعيلته بتقلل درجه الحراره لو كانت مرتفعه، لو كانت مرتفعه. لو درجه الحراره عاديه مش هتقللها، يعني ساعتك لو في الصيف مثلا مش هتاخد قرصين اسبرين او ايبوبروفين عشان تخفض درجه حرارتك، بقى وتقول انا كده بعيش في مكيف يعني. اوكي، خليك ايه، خليك حلو كده وجميل. لا، لو في ارتفاع في درجه الحراره تنزل ليه، نفهم. اولا في حاجه عندنا في المخ اسمها الهايبوثالاموس، فيها حاجه ابداع من الخالق سبحانه وتعالى، وربنا خلقه كله ابداع سبحانه وتعالى. اوكي، في عندنا في المخ ثيرموستات، ثيرموستات زي ما انت عندك في الثلاجه، في المكيف ساعتك قاعد كده والريموت تظبط درجه حراره تبقى 22 23 21 كذا. تمام كده، فالمكيف شويه صوته يعلى وشويه يقل وكلام ده ليه؟ لان الثيرموستات بيقول له يلا برد، خلاص الجو برد وقف وهكذا. اوكي، عندنا في المخ في ثيرموستات والله اسمها ثيرمال سيت بوينت، دي بتنظم برضو درجه حراره الجسم. ليه؟ لان درجه حراره الجسم بتاعتنا 37، ما ينفعش 39، لا والله غاليه. طب ما ينفعش 34، لا تبقى واقف عليا بخساره. الجسم بيقول يعني تقريبا كده. اوكي، وبالتالي هي 37 يا 7، ما فيش تفاهم يا عم الحاج. اوكي، طب نعمل ايه؟ لازم تتظبط. يجي بقى الحاج اللي هو مين، ثيرمال سيت بوينت في المخ دي بتنظم حاجه اسمها الهيت برودكشن والهيت ديسيبيشن، انتاج الحراره والتخلص من درجه من الحراره. اوكي، لو انا في موجود في منطقه بارده، الدنيا برد ثلج زي نبراسكا اللي انا عملت فيها الدكتوره، كانت درجه حرارته بقى 20، فطبعا لازم ازود الهيت برودكشن. تمام، ازود الهيت واقلل الهيت ديسيبيشن، ازود الهيت برودكشن عن طريق الحركه، عن طريق زياده الميتابوليزم، زياده العمليات الحيويه داخل الجسم، عن طريق ان انا اقفل او اضيق الاوعيه الدمويه الطرفيه علشان احافظ على درجه الحراره بتاعتي انا ليا انا. اوكي، طيب العكس لو انا بقى موجود زي في مصر دلوقتي او في السعوديه او في العراق او الدول درجه الحراره عاليه بصفه عامه، ما الجو درجه الحراره عاليه بصفه عامه، ايه اللي يحصل؟ يبقى نزود الهيت ديسيبيشن، نزود طرق التخلص من درجه الحراره عن طريق العرق، عن طريق ان انا اوسع الاوعيه الدمويه فالدم يروح لبره على السيرفس وبالتالي يتخلص من درجه الحراره، واقلل الهيت برودكشن. خلاص كده، يبقى ده شفت التنظيم الجميل ده، تنظيم الجميل. تيجي البروستاجلاندين، بروستاجلاندين عامله زي الواد الصغير العفريت اللي يجي يلعب لك في الريموت، واخد بالك، وساعتك مش واخد بالك وتفاجئ انك عمال بتعرق، انت نايم على ودانك يعني. اوكي، بعرق ليه؟ لان الولد خلى درجه الحراره بدل ما كانت مظبوطه على 24 خليها على 32 او 35، فدرجه الحراره عليت، وبالتالي المكيف هيشتغل مش بيشتغلش مزاجه، في حد على درجه الحراره عنده، وبالتالي هيفضل يسخن يسخن لغايه لما يوصل درجه الحراره للرقم اللي عليه اللي ابنك الله يسامحه هو دايما انا عارف متعب. اوكي، بس يلا يا ربنا يسامحه، زود درجه الحراره خليها 35 او تفضل، خلاص وبالتالي هيرفع درجه 35. نفس الكلام بيحصل في الجسم، في بكتيريا موجوده، البكتيريا بتطلع حاجه اسمها اندوتوكسين، نوع من السموم، بتزود افراز ماده اللي هي الاي 1 انترليوكين 1. تمام، ودي بتزود افراز البروستاجلاندين، ثاني البروستاجلاندين ده بتبقى، والبروستاجلاندين هي الولد الشقي، الولد العفريت اللي بيلعب برضه في الثيرمال سيت بوينت، هيغيرها بقى، هيلعب في الريموت اللي موجود عندي هنا، الثيرمال سيت بوينت الثيرموستات هيخليه بدل ما هو 37 خليها 40. طب ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الجسم يفهم انه انا لازم انتج درجه حراره، انتج حراره، عمليه برودكشن بدرجه كبيره، واقلل فقد درجه حراره، صح؟ فمستني اوصل درجه حراره 40، فتقول الله، تلاقي المريض عنده مثلا درجه حراره 40 ولا كلام من ده، سخن، تحط ايدك على ايده سخن، تمام؟ وتتفاجئ تلاقيه بيرتعش. بيرتعش ليه؟ لان الجسم محفز الهيت برودكشن ميكانيزم، منها الشيفرنج اللي هي الرعشه دي، تمام؟ ومحفز من جوه العمليات للايض اللي هي العمليات الحيويه في الجسم لانتاج الحراره، ومقلل من
اتساع العوايا الدمويه عشان يقلل فرط الحراره، كل ده بيساهم في رفع درجه الحراره بتاعته. فتلاقي سخن وبيرتعش، انت فاهم انه مش فاهم. اوكي يعني في حاجه مش طبيعيه يا عم الحاج. لا انت اللي ساعتك مش فاهم والله، ركز بالراحه شويه يا عم الحاج. اوكي لا الحاصل ان هو عنده الثيرمال سيت بوينت اترفع في الريموت، حد لعب فيه رفعه لفوق، وبالتالي درجه الحراره اللي الجسم فاهم ان هو المفروض يوصل لها اصبحت 40، وبالتالي هو عنده درجه حراره 39 وهو سخن ما زال بيرتعش. ليه؟ لانه عايز يزودها ل 40. درجه حراره 39 لسه برضه بيرتعش، ليه عايز يزودها ل 40؟ يقول لك غطيني يا عم، غطيني ده سخن اصلا. فانت اللي مش واخد بالك. اوكي فسبحان الله تيجي بقى الادويه دي اللي هي الاسبرين، الباراسيتامول، كل الحاجات النون ستيرويد، الانتي انفلاماتوري دراجز، الايبوبروفين وغيره. اوكي مع الكمادات طبعا بنستخدمها معاها، وتيجي تمنع تكوين البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين هي اللي كانت الايه البنت الايه الشقيه اللي لعبت في الثيرمال سيت بوينت، وبالتالي ترجع الثيرمال سيت بوينت ثاني، الثيرموستات تتظبط ثاني، بدل ما كان درجه الحراره كانت 40 او 41 او 39 ترجع ل 37 ثاني، درجه الحراره تتظبط تماما وخلاص. وكده يبقى الجزء ده غطينا فيه ثلاث تاثيرات: مضاد الالتهاب شرحناها، مضاد ل او مسكن الالم، والحاجه الثالثه مضاد للارتفاع او خافض لدرجه الارتفاع درجه الحراره. اوكي وكل ده كان عن طريق البروستاجلاندينز اللي منعناها عن طريق هذه الادويه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اوكي وبالتالي حصلنا على هذه الثلاث تاثيرات. كملخص للموضوع بتاع النهارده، احنا اتكلمنا على مضادات الالتهاب، اتكلمنا على مجموعتين كبار جدا جدا. رقم واحد الكورتيزونات، ودي بتعمل انهبيشن لانزيم الفوسفولايبيز A2 ومن خلاله تمنع تكوين كل الوسائط الالتهابات، وتحتها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي الكلاس الاساسيه بتاعتنا زي الاسبرين والايبوبروفين والفولترين والحاجات دي، ودي بتشتغل انها بتعمل انهبيشن او بتظبط انزيم السايكل اوكسجينيز، ومن خلاله بتمنع تكوين البروستاجلاندين. دي اهم حاجه انها بتمنع تكوين البروستاجلاندين، ومن خلال ده بتظهر تاثيراتها اللي هي الجزء الثاني من الحلقه اللي هي تاثيراتها اللي هي رقم واحد الانتي انفلاماتوري، تاثير مضاد الالتهاب، رقم اثنين التاثير المسكن، رقم ثلاثه التاثير الخافض لدرجه الحراره، وكلها من خلال تثبيط تكوين البروستاجلاندين. ارجو انك تكونوا استمتعتم بهذه الحلقه، ولا تنسوا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أراكم قريبا إن شاء الله قريبا حتى نستكمل ما بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.